معنا الطالبة نغم أسامة من جامعة الشارقة. أول سؤال، شو رأيك بأجواء عرب ميديا فورم؟ طبعاً الأجواء حلوة جداً هنا، وإنه وجود الإعلاميين عامل يعني جو كويس، والليكتشرز اللي اتعملت وكده، يعني كل حاجة هنا عجبتني قوي. حلو، ودخلتي أي من الليكتشرز اللي حصلت؟ حضرت امبارح تاد دكتور فاروق الباز، طبعاً عجبني جداً الكلام اللي اتقاله والمداخلات اللي شاركوا بيها الحضور وكده، واستفدت منها أنا يعني كطالبة في كلية الإعلام. ودلوقتي في طبعاً إعلاميين كتير، هحضر دلوقتي ليكتشر الثانية. اوكي، مشكوره.